موسم يوم لص موسم ما كوميشن قارو ده كلام وش غيرينه كوميشن قدر شوي كم شيء كانوا وش غيرينه وحويني ما نسديه عن نائب وها لكن وحوي قرر كده وش غيرينه ما كافرت يوم عن قرن ما أنت روح عدد كي وش إيه عدوا على كده جو إنه رجع كم النقطة هذنا عدد كي وش إيه إنه صوب حو كوميشن كم النقطة عدوا على كده جو عدد كوميشن كا إن شاء الله وحوي ده كسم عدد كسر كده وحالة ده كله وشروا ما كافيده حالة ده كله كنت ده أيام وقتيلي إلى هيدا كيلو النقطة إن شاء الله ديزا ما أنت إن شاء الله ووعد يعني ما أنت بدي وحبي كوميشن شلي بس وصل وصار وما هي أنت خارج كشقين كرا أدي دريت ما أنت حاجة كسر كده شكرا مركزي رود كمان خوش موسم جديد جديد شن حبنا ده كوميشن كورا جديد كوي حبنا عن نقطة يا صحيح ما كش عينه خارك من الكوي جديد بقى شل مركز جديد سنستعد حبنا ده حالة طلب قصور وبعد ما أنت وسيد يوم هاي شل ما يدي مقر حالة قرأك ما أنت تتلزا خلاص ياسي وكري لكن صدق بلوت كديب إن ما أنت ما تروح هذا الله سبحانه وتعالى وحاب السعودية مركز جديد السعودية وحاب السعودية شنقدون كي لبعض عقل إن صلاحين ما أنت بدي شيء كتال هل قفوا جن حصدي شنقدون كي جراح صلاحين هل قفوا دحين حالي سياسية كده وضع خلافي زي ميت تمام ما كان قد وضيع الله تقول بكي واحد تاجر حلبان مستفع أحمد عبد الله الخير يوم كم دم ناس وجراح وكل هذا حلبان هو حكومة دم ناس وجراح وكل ساعات أسيء صدق حلب نودي كمش كدور شوي كار سنة حلبان نحبناها عصمة ما أنت بعد سعيسة إحدى عشر أي واحد كم ذا حلمان السيد ونقول لي إن الله سين ما أنت نواد على سعيسة حاب بدري 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 ما بدأ يعني سمعت تقول ها إن شو يقول بتوحى قول ها ليش كسر حلو حلو جديدة وحلو قل هذا اللي بحنا حلو بنين وحديده إنه وحيله إنه كام صار كده وفهم وعي أنت هو حوي عود مدرعه قل ها وكل ذي ولي هاي شلي تولنا وقت واحد ما ترى وقت وحال نجح الصورين حالا بدرك كتشو وحال نجح الصورين إن كبر في بلدي ودم بي ما نتي مدينة دتك ورعيو حبناها عن قوله وحوي سيدي وحكي صوري وقت عادوا لي الصوري ترى ما أنت عن سلي يعني صدق بلدك صوري صدق بلد مي نوم نهي بلد تولا وحا بعيس ولا يموجا حالا بدرك وين أنت كصورين سلمودي وحاليجي ظروف تدل كمان تطلع إن الحل سوقي إن حل سياسي اللي هلا إنه حوي حل شرعي اللي هلا إن قالوه وحوي وحيامي كري ما نتاو أكلي إنه حبت المام بليجي وحا إلى هين وص صدق بلوك يسقو طيب ولكن متأكد مركي قالها يعني لا بلوك فصح كتري مركي أنا وراني حالات جودة ده كسرت تاعي مركي حلي أنا وكل ما قرر قرر يشين وحب حك وراني يهون تدت كنا نعرف ماي وحيف ليا قولي بسون خنا يا محوف ليا تدكي دنيا شعاي شعب كنا صدرت وحلوه كي إلى هلا بقولوك اللي بيلو هلا إني بعلق عني إلى هلا بقولوك اللي بيلو مركب حلوه أركي وحدي أفق نودك مش الملك توجا صدق نود كلام اللي دي الملك توجا سيره حوير كلا يعني وحين قطت ثلاث قصورت خرطب التاير كانوا دقاتين وبالكوميش كيت ضادح له حيرانا ما استمع وايو حلاقي عفد عن التحكي دقيق كنا شلي مركز جديد سنستعد حمود حالة طلب صور وبيع ما أنت الوسيط ديون هاي شلي ما يدي مقر حالة قرأك ما أنت تتلنسا خلاص ياسي وكري لكن صدق بلوت كديب إن ما أنت ما تروح هذا الله سبحانه وتعالى وحاب السعودية مركز جديد لا سعتين وحاب السعودية شو قدوه كي لبعض عقل إن صلاحين رح نقاح حجن وخلافات كاسياسية كذي كذا القصة أفتره أيها المركز مغني ما أنت بدي شيء كتال هل قفوا جن حصدي شو بدون كي جراح صلاتي هل قفوا دحين حادي سياسية كده وضع خلافي زي ميت تمام ميت ما كانوا حنوارك ناي إن أنا أقول نخونه صار في استقلال صمينه وحوي سي وحوي وخلاص سعدنا بل أتيست ماشى لقى بلاوي وايو حنارك جواب سوى حاجة وقت يمد حوينه يوقت يحس فيه هو جواب كل مشي كواحد لقى الدنيا دروسها أوشيء قدر كا صدحية تضوع صدحية سديتنا هذه تصدق إم دكتورنا هي لها شرعية ذاك اللي يقول ذكره وحشيء عن دروسه اللي يقول ذكره دروسه ما مقدام ذي لكن أري ما تجني خلاص أري ما فرصة ما هو عقبه كوميشي كنا بحلقة دوني يا أو حير لما رنيت وانو أودسي
guddiga doorashooyinka qaranka xeerna martay 91 wuxuu siiyay marka ay imaadaan xaaladaha uu tilmaamay qodobka 38 ee dastuurka ee loogu kordhin karo hay'adaha sharciyada dalka marka ay muuqan waydeen xaaladahaas jirna technically muddada technically ee doorashooyinka lagu qaban karo waxa soo jeedinaya guddiga doorashooyinka qaranka kuwaas aan u gudbinaya hay'adda ku shaqaynaydo golaha gurtida marka waxaan aragnay dib aanay umadu imi koogin oo iman karto golaha gurtidu awood dastuur ay u leeyihiin inay madaxweynaha qaranka ku dhigaan marka soo xadid maana waxaanu aragnay haddii maanta hay-adihii komishanka doorashooyinka qaranka oo aan dhisnayn haddii ay kusii socoto waqti yar kooban kadib waxaad arki doontaa iyadoo halka la kala taagan inay guddigii inay qoladii golaha gurtidu kordhiyeen muddo kordhin waxa weeye aan daneeyaashii habi ku ahayn oo raalli ku ahayn inay sameeyeen laakiin iminka guddiga doorashooyinka waxaa laga doonayaa marka la dhaariyo saddexda xukuumad markay hoggaankooda doortaan iyagaa laga doonayaa xaaladii dalka inay qiimeeyaan inteemay ummadda doorasho ugu qaban karaan iyaga laga doonaya soo jeedinta ay keenaan intay ku qaban karaan ay golaha gurtida u keenayaan sida 2011 uu tilmaamayo marka anagu waxaanu aragnay inaan hubantilaan intan ka badan intii la gelayahaa in tanaasulaad la sameeyo tanaasulaadka golo xitaa sameeyo oo waxa weeye la sii daayo xubnaha hadduu alla ka dhigo shaqadooda ay bilowdaan waxaad ahayd hubinta deegaanka kasoo jeedo oo ah muuse xasan shaqsigii sida u diidan la ansixiyo maantana qofkii koowaad ee gacanta u taagabad ahayd maxaa ka bedelan muuse xasan maanta xaliga bedelay muuse miyaanu la socon muuse ma komishan gaar oo dalkala wuu shaqaynayna komishanka doorashooyinka sheegan u shaqaynay saddexda xubnoodna way isku tallaayeen maanta hore sheegay wareys hore t v maxalliga siisaada sheegay inaanu muuse ahayn qof u qalmay in komishanka doorashooyinka galo uma oran uma qalmo moran uma qalmo ma odhan waxaan idhi waan diiday oo shalay tolo dadkii diiday baan aha xal baan u arkay baan idhi maantana sokuu kale ma diidin muuse marka laga tago saddexdanaan maanta isagaa dawegiisaad iminkana hadduu alla ka dhigo khilaaf shaqsiyu naga dhexeyna ma jiro waxa weye inmaan isku deegaan nahay buu ahaa laakiin waxa weeye qaranku dee u shaqaynayay markaa farteyd omaan garan maantana waxaanaa dadkii u shaqeeyeyey hadduu alla ka dhigo inuu raggaa ka mid noqdo anoo si collective ugu wada shaqaynaya haddana dadkii u shaqeeyeyey inuu soo baxo commission ka mid noqdo hadduu alla ka dhigo dadka commissionka insha allahu waxa weeye dalka sumcadda kusoo kordhiya oo xaaladda dalka lagu jiro magac ka faa'iido xaaladda dalka u kala guntada ayaan u rajeynayaa ilaahay dalka inuu noqdo diida maantana insha allah waa u codaynay maanta wadda waxbin commissiona shalayba soo saar muusahan uma ahayn danta qaranka ka shaqayn karaa aad diidaneed maanta maxaa ku soo kordhisa dee jokro marka si yarood koobana kugu sheego muuse maan diidin shan xubnood oo commissionkii horaa baan diiday kuwii xubnaha noqday ee ansaxay ee imika shaqaynaya qaar ka mid a kuwii diiday baan aha marka go-aanaan markaa qaatay bahayd maantana go-aankanaan qaato xal baan doo arkay go-aankan xal baan arkay muusena wuxuu ka mid ahaa muuse oo kaliyna looma keenin xubno saddex xubnood oo commissionka buu ahayo isku xukun bay noo ahaayeen anaga saddexda xubnood in xukun isku midi ku dhaco ayay noo ahaayeen xukunkiina maantana way soo baxeen waan inaan saaxiib noo imika shaqsiyan qof aan isku hayna mu ahayn xildhibaan aragtiba aa jirta ah in marka horena laydinlaaidi diida oo dana kale laydinka hagay maantana laydinku qasbay inaad ogolaataan una ololeysaan weliba in majority lagu ansixiyo aragtia noocaas dadka badan qabaan maxaad isaga difaacaysaan aragti aad u kooban wey waayo dad gaaroo markii hore diiday oo imika ogolaaday ma jirin mayaad aragtay qof maanta ka aamusay qof ka aamusay muu jirin qof diiday muu jirin guddoomiyahu kaliyaan codayna oon xeer ku ogolayn toddobaatankii xubnood maanta waxaad qaadataa go-aan golay maa tahay go-aan golayhedoo gooluhu wuxuu isku qanciyey dad baa qabay aragtida a yaan la sii dayn laakiin waxaa lagu qanciyey xaaladda dalka maxayn maanta ku contribute garan karaa kaga qayb qaadan kara xaaladii dalka waxaa loo arkay war xubnaha commissionka haddii laynoo keeno wax iminka lagu hambabarabaa wax soo socday shiro toddobaadyadii u dambeeyey soo socday baahedo maxaa commissionki aynu ka yaalla su-aal markii jawaabteedii la rugurgoy ay noqotay war si taayirkaa doorashada u wareego xubnaha commissionka aynu sii deyn ayay noqotay marka insha allah waxaan rajeynaya iyagana waajibkoodii sharci maanta waxa weeye way gudagelayaan waxaa laga doonaya shaqa wanaag baa laga doonaya waan u rajeynaa ilahay haddii aan kaga tagno asxiibta commissionka waxaa jirtay in dhowaan xubno ganacsata oo isku xisaaray khilaafaadka jira ay soo saareen go-aan ay xal u arkayaan oo ah in labada doorasho ururada iyo tanaxsooyo laysa saaro siduu go-aankaas adiga kula muuqda meel alaaliya meel sharci kaga taala laba doorasho in laysa saaro oo hadduu alla ka dhigo aan isku meejarba ahayn waayo dee waxa weeye salaada way sidaa ku horeysa
marka dim waxa weeye qaabka dib u soo saaray xitaa clarification badan ma yeesina waxa jiraan doorashooyinkii xalay saaro tii urada iyo tii madaxtooyadu nooc ay ugu talagalay waxay leeyeen urado dhan hawada gala iyo xisbiyadii liisa ku marku ka dhaco waxay leeyeen sida aragtida qaar kamida xilibanada iyo qaar kamida siyaasadda qaban waxay leeyeen saddex xisbi aan gala oo uradani haddii la ka dhigo urnimaha ku taqtamaan go'aanka aragtida weydiin soo gudbiyay ka golihii wakiilada shirkadooyinka ku socodsiyay idinka aad hore maray halkan idinka gacanta ku haya qodigana la khilaaf faa jira wada hadalladii baa istaagay xaalad dadku way cakran tahay halkii la soo jeediyay dadka lahayd ee kuma dhex jiray kooda hadalladii baa istaagay halkii soo jeediyay adigoo cidirjintiyo halkii gacanta ku haya wadiga diidan halku ma kamuxu noqonaya halku ma halka waxni ma kareen nimanka gacsatada ee waayilka anagu ixtiraamayna iyagoo dalka waxa weeye wanaag badan u qabtay iyagoo dadka ugu muddo karsana haddana waxa weeye aragtida iyagaaba sheegayo waxay leedahay khilaafka dalka ka jira waa khilaaf sharci خلاف شرعية ذلك كتير أنا هاي دولي يا خلاف شرعية ذلك كتير وحوي وقومنا بيا ما رضى قومنا بيا مركب حرتين هنا قولوه إنه أركت إذا ذلك ما أنت يدور شوي إنه حسوا يدي وصحوي لكن سو كذي تا حنا سكيرن أنا قوي اللي استلم موافق سني موافق سني مركب سكيرن الله شو وحن وافق سنة هاي عدوا لك كده قو أنت وراه رئيسه صدق حسبي صباح على صدق دوره صباح ugu gudbaan hadduu la idmo doorashadii madaxtooyada galan anigu wasiishkaygu cadaalad doonayaa marka wasiishkaas aan u taaganahay waxaan rajaynayaa in hadduu la ka dhigo xal lagu wada qaxsan yahay u yimaado waxaad ogaataa in marka reality laga hadlo xildhibaanada iyo aragtiyaha siyaasiga haddii dadka haddan ayaashihii wax heshiis ku yihiin oo lagu wada qancan yahay golaha xitaa ku qasban wayna taawataa golu wuxuu eegaa marna masaxada guud ee dalku eegaa marna wuxuu eegaa waxa weeye maxaa sharci dib u eegaa marna masaxada danayaashii inta soo heshiya wasaan wax loo aragnaayay qeyr sharci noo baara ilaahay weeye marka taasina hadda ma muuqato oo gacsatada waxaan jeclayn oo anagu aan xilibanaan jeclaa in dadkii danayaasha ahaa ee xaaladahan taabanaysay inay heshiisiyaan inay kalsooni weydiistaan inay ka helaan inay wax kala yidhaahdaan xukuna dabeetana ku qanciyaan dabeetana heshiis is-afgarad oo ay ku soo qanciyeen danayaashii arrimaha khilaafka siyaasiga u dhexeeyey inay golaha yidhahdaan walba dadkii danayaasha waa soo heshiisiyey sharciga sidii aad u waafajin lahayd ma idinka doonayna